بنصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. والحقيقة دلوقتي معانا فقرة عن التاريخ. التاريخ، الحصون، القلاع هي جزء من تراثنا العربي وتحديدا المصري، هي علامة من أهم علامات الوحدة العربية تحديدا ما بين بعض الدول العربية زي مصر وزي سوريا وزي غيرهم من الدول العربية. وأعتقد أنه من فقد تاريخه فهو فاقد لحاضره وبالتالي مستقبله. النهاردة هنتكلم في حاجات كتير جدا تخص القلاع والحصون وأهم الدروس المستفادة من تاريخ مصر وتاريخ الدول العربية. هيكون ضيفنا النهاردة في هذه الفقرة دكتور طارق جلال وهو المهندس المعماري. دكتور طارق صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا النهاردة. وفي البداية زي ما كنت بقول إحنا بنحاول نتكلم عن التاريخ النهاردة علشان نتعلم من اللي فات ونحاول على قد ما نقدر نطبق أحسن ما كان فيه في الوقت الحالي. خلينا في البداية نتكلم عن القلاع والحصون، أشهر القلاع والحصون في مصر وفي سوريا. بالنسبة لمصر وسوريا في عندنا مجموعة كبيرة من القلاع والحصون، لأن كان الدفاع عن مصر بيبتدي من سوريا، وكان الغزاة دايما بيجوا عن طريق سوريا عشان يدخلوا على المنطقة العربية. سوريا فيها كم كبير جدا من القلاع الحقيقة والحصون، لأن على مدى تاريخها في استخدام متصل ومستمر من القلاع للدفاع عن مدنها المختلفة. طبعا عندنا في مصر برضو كم لا بأس به من القلاع، خصوصا طبعا زي قلعة القاهرة، قلعة قايتباي في اسكندرية، عندنا قلعة رشيد، عندنا قلعة صلاح الدين في طابة، عندنا عدد لا بأس به من القلاع. بس طبعا الكم الأكبر من القلاع هو موجود في سوريا، لطبيعة المنطقة تتمتع سوريا أكتر بأكبر وأشهر القلاع. يعني حتة أشهر دي موضوع نسبي طبعا، بس طبعا أشهر القلاع اللي موجودة قلعة القاهرة من أكبرها. في القلاع السورية طبعا الكبيرة قلعة حلب من أكبرها وأكتر القلاع اللي هي التي تستحق الدراسة، وقلعة دمشق. في قلاع في حتت برضو غريبة جدا في سوريا، زي مثلا في جزيرة واحدة موجودة في سوريا فيها قلعتين مش قلعة واحدة. ففي عدد كبير جدا من القلاع موجود في سوريا، لأن مدى تاريخها فيها في تاريخ طبعا جزء من الحروب الصليبية، في جزء كبير في برضو التاريخ المملوكي والأيوبي، ففي عدد كبير جدا من القلاع موجود. هل في دول تانية تتمتع بقلاع وحصون زي مصر وزي سوريا في الوطن العربي بشكل عام؟ لما بنتكلم عن سوريا احنا بنتكلم عن سوريا التاريخية اللي هي سوريا الكبرى، اللي بنتكلم عن سوريا فلسطين، لبنان، الأردن، طبعا الجزء الجنوبي من تركيا حاليا ده كان تابع لسوريا او تابع للمملكه للسلطنه المصريه، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه عموما كله على بعض، لان كانت السلطنه المملوكيه بالتحديد يعني بتمتد من الجنوب من النوبه لحد الشمال عند شرق تركيا حاليا يعني. طبعا في عندنا كم كبير جدا من القلاع برضو اللي هو على طريق درب الحج، اللي هو الطريق اللي هو للحج من القاهرة لمكة. في عندنا عدد كبير برضو من القلاع موجود لحد دلوقتي، موجود منها في المملكة العربية السعودية، في طبعا كم قلعة منهم في سيناء موجودين. حاليا يمكن القلاع بتستخدم طبعا بصرف النظر عن انها حاجه اثريه وبتستخدم في يعني احيانا بيكون فيها سياحه، احيانا بيكون فيها بعض الانشطه، ولكن الحقيقه كمان اوقات بتستخدم في انشطه تانيه غير بس السياحه، انها مش بس شيء اثري او مش ان هي بس مكان يزوروه السائحين، ولكن كمان انه اوقات بتقام فيها انشطه ثقافيه، اوقات بنلاقي فيها حاجات تانية. حضرتك مع ولا ضد ده؟ لو حضرتك مع ده، شايف انه ازاي ممكن نستفيد من وجود الصرح الكبير ده من القلاع واللي كل الناس بتنبهر لما بتشوفه؟ انا يعني في مدرستين، في مدرسة تقول ان الاثر لازم يتم الاحتفاظ به كزي ما يكون قطع في متحف ما حدش يقرب منها، ممنوع الاقتراب او التصوير. دي طبعا في مدرسة مدرسة تانية لا، ان لازم الاثر يتم استخدامه ويتم تفاعل الناس معاه، وده الحقيقة اللي انا بحبزه. في طرق طبعا ان نعمل كل حاجة بطريقة مظبوطة، لان طبعا اساءة استخدام الاثر هتؤدي لتدميره تماما. فمهم جدا ان الانشطة الثقافية تتعمل وكل الناس تنبسط وكل حاجة تبقى ممتعة، انما برضو لازم نعمل حسابنا ان مثلا مستويات الصوت العالية ممكن بتأثر في
المنشآت نفسها اه والحفاظ عليها، موضوع النظافة، المية، وبرضه حتى استخدامات الناس وطريقة استخدامها وتداولها للأثر نفسه. مهم أكيد. جدا إن احنا نراعي ده في الاستخدام. لو بيتم حسن احنا استخدام بنشوف مع بعض واستغلال صور دلوقتي للقلاع. دي، قلعة حلب في البوابة بتاعتها دي بعصر الأيوبي، دي بوابة من الحديد، دي برضو قلعة حلب من الداخل، مبنى المدخل جوه، ده البرج السفح الجنوبي لقلعة حلب، ده برج السفح الشمالي، هي في عندها فيها شوية أبراج على الداير بتاعها بعيد عن قلب القلعة نفسه. ده الجزء العلوي اللي هو اسمه قاعة العرش، ده تم إضافته في عصر قايتباي، ودي بعض التفاصيل اللي هي من السقطات وبعض الزخارف اللي موجودة عليها، دي بعض الزخارف برضو تاني. اتفضل يا فندم. الاستخدام وسوء الاستخدام استخدام والناس تقدر تستمتع بالحاجات الجميلة اللي حقيقي، شفناها يعني. يعني حضرتك شايف ان احنا ممكن نستخدمها في بعض الانشطه الثقافيه مثلا، يعني ممكن اعمل مثلا استقبال لحد مثلا عالمي او لعازف معروف في قلعه من في القلاع مثلا ويكون في حضور لمجموعه كبيره جدا، حضرتك مع ان احنا نستخدم الاماكن دي بالشكل ده، ولا حضرتك شايف انه نستخدمها احسن كمزار سياحي يعني؟ بما لا يهين الأثر نستعملها، مهم جدا عدم إهانة الأثر وحسن ولكن استخدامه. حضرتك مع استخدامه. طبعا، لأن حضرتك لو مش هيستخدم بعد شوية هيحصل له لازم سوء استخدام بقى من قلة الاستخدام، ايوه. لأن الحاجة اللي هي مفيش حد بيبص عليها لازم هيطولها الخراب، ملهاش حل، فدي مهمة جدا. وبعدين احنا عندنا مثال على كده، هو أسوار القاهرة اللي تم التنقيب عنها وكشفها، يعني دي كانت مردومة تماما بمخلفات كتيرة، فيعني الحمد لله في مشروع اتعمل وطلعت منه حديقة الأزهر، كلنا بنروح بنستمتع بيها، وهي كلها بتحيط بيها الأسوار بتاعة القاهرة. نفس الحكاية في دلوقتي عندنا المنطقة بتاعة برج الظفر بيتم ترميمها، فدي كلها مهم جدا الناس يعني يتم ترميمها والناس تتعرف على تاريخها وتشوف ان من 300 و400 و500 سنة كانت الناس عايشة ازاي وبيتم الدفاع عن المدن ازاي، لان بالظبط. الوضع اتغير كتير. وهو ده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه مع حضرتك يا دكتور، انه هذه القلاع كانت بتستخدم للدفاع عن المدن وللدفاع عن البلاد، والحقيقه في دروس مستفاده كتير جدا من التاريخ نقدر نستفيد منها دلوقتي في وقتنا الحالي خاصه بعد 25 يناير. حضرتك شايف ايه اهم الدروس نتعلم ايه ونبص على الناس دي ازاي ونشوف كانوا بيفكروا ازاي وازاي كانوا بيدافعوا عن كل حاجه في أرضهم وفي بلدهم؟ بما ان بنتكلم عن 25 يناير فاحنا ممكن نرجع، حتى مش محتاجين نرجع كتير، نرجع بس 40 او 50 سنة ورا عشان نشوف ايه اللي كان بيحصل عشان ما نكررش الاخطاء اللي موجودة، بالظبط، فدي مهمة جدا. مهم فالتاريخ جدا جدا مهم ان احنا حقيقي. نتعلم منه ونشوف ايه اللي طبعا حصل غلط عشان ما يتكررش. طبعا لو هنرجع لورا شوية، طبعا الدنيا اتغيرت، مع تطور الأسلحة الاحتياج لمدن محصنة اختلف خلاص. بس اللي احنا ممكن نبص عليه ان هو من ناحية ان تكوين المدينة والحدود بتاعتها وأسوارها، احنا حاليا عندنا مشاكل كتيرة من ناحية تخطيط المدن، طرق المواصلات بتاعتها، الأحياء الجديدة اللي بتطلع ونوصل لها ازاي، الجانب الجمالي اللي قد يكون افتقد في بعض حقيقي احنا الأوقات. فقدناه بشكل كبير جدا، ده مش في بعض يا دكتور، ده في اماكن كتير جدا. يعني زمان كان واحد بيشوف الشوارع في الافلام وكنا بنسمع انه يعني كان بتبقى تحفة معمارية الشوارع المصرية في كل الاماكن وفي كل الاحياء. النهاردة عندنا عشوائيات كتير جدا، النهاردة عندنا افتقاد للذوق في حتى الالوان المستخدمه في العمارات، في الاطوال، في الاعلانات، في كل حاجه. ازاي ممكن وحضرتك مهندس معماري، ازاي ممكن نحاول على قد ما نقدر نحافظ على الشكل الجمالي او نرجع جزء منه او حتى نعمل زيه؟ مش لازم يعني اذا هو ده افتقدناه، ازاي نقدر اللي جاي يبقى بيتمتع بشكل هندسي معماري جميل؟ زي ما حضرتك ما بتقولي، انا موافق فيه تماما، واحنا افتقدنا لفتره طويله جدا عوامل كتيره من الجمال المعماري في حياتنا وفي العماره بتاعتنا. بس منعش ان برضو اليومين دول في بعض المشاريع التي تقام وهي على جانب جميل جدا من الحرفيه والجمال،
كان ايوه مثال المشاريع دي يا دكتور. حضرتك روحي مثلا التجمع الخامس. ايوه يا فندم، ما هو مش كل الشباب ومش كل الناس هتقدر تروح تسكن في التجمع الخامس وفي 6 اكتوبر وفي الكومباوندز وفي التجمعات، يعني ما هو احنا برضو بنتكلم عن العماير الشوارع، ما بنتكلمش عن الـ عن الـ عن الاماكن يعني اللي ممكن تكون غاليه قوي، او الاماكن اللي بتتمتع كلها باماكن غاليه جدا، لانه الاماكن دي طبيعي هتبقى حلوه. لا مش طبيعي، لان برضه احنا كنا عدينا في فتره في تاريخنا كان بغض النظر عن البني ايه كان بيتمتع بقدر كبير جدا من القبح، يعني اه عماره الستينات كلها يعني لما تفتكري. كانت برضو كده. طبعا اه طبعا الستينات والسبعينات كانت مشكله جامده يعني، تمام. كان فيها مشاكل. انما اللي حضرتك بتقولي ان هو من ناحيه تمتع العمارات في الاحياء العاديه دي بقى بتتوقف على ذوق اللي بيبني والمهندس اللي بيشتغل معاه والشخص اللي بيدفع. فهو طبعا عندنا الناس اللي بتدفع ليها أذواق مختلفة شوية، فبتدفع على قد اللي هي بالظبط. قدرت. وفي ناس بتدفع كتير قوي، بتعمل أذواق غريبة برضو. فهو طبعا الأمر منوط بيه اللي هو في أعتقد في هيئة لتجميل القاهرة اه لازم تفرض أكتر قدر بالظبط. من الأسس، مش هنقول الذوق اه بس في قدر من أسس، ألوان معينة، عدد بالظبط. أدوار معينة، يعني في حاجات جمالية كتير قوي نقدر نحافظ عليها، واللي عايز يبني بقى يبني يعني، بس في من خلال الأسس دي. تمام، وهي المهم بس ان هي الاسس هيتم تطبيقها، لان احنا اه عندنا مشكله كالعادة ان احنا عندنا حاطين حاجات، عندنا كل حاجة وما بنطبقهاش. ايه رايك في النظام؟ نظام حلو بس ما حدش بيتبعه، فده اه مهم جدا، لان المشكله طبعا عندنا ان احنا بنضع قوانين وبنشوف نتحايل عليها ازاي او نجرب نتفاداها ازاي. فهو المهم تطبيق الاسس الجماليه اللي هتتحط دي مهمه جدا. جميل. دكتور طارق، عند حضرتك أي فكرة هندسية، عند حضرتك أي فكرة معمارية نقدر يعني نقدر نحاول نفكر فيها ونتبناها ونشوف مصر أحلى، عينينا تشوف مصر أحلى في الفترة اللي جاية؟ أعتقد مع 25 يناير كل مصر هتبقى أحلى، مع فكر جديد مختلف ما بيضطرش إنه يتقيد بالحاجات القديمة آه وما عندوش أي خوف إن هو يناقش أو يغير الموجود. دي أعتقد حاجة مهمة جدا، وأنا متفائل وأعتقد إن ده هيأثر على كل حاجة في حياتنا، ومن ضمنها نتمنى كمان الذوق المعماري. أكيد. دكتور طارق، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة، وإن شاء الله نشوف مصر أحلى. إن شاء الله، ميرسي. متشكر جدا. مشاهدي نهارك سعيد. أفتكر إنه من فقد حاضره، من فقد تاريخه هو فقد لحاضره، وبالتالي هو فقد لمستقبله. مهم جدا إن احنا نبص على التاريخ، مهم جدا نبص على الماضي، مهم جدا نتعلم من الدروس. وأفتكر إن احنا بنتمتع بعقول بشرية كتير جدا، ممكن تفكر وممكن تبني وممكن تجمل، ومتهيألي إن احنا العقول دي محتاجينها دلوقتي بشكل كبير جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا وفقراتنا في نهارك سعيد. خليكم معانا.